فات انت شفتني انا عملت ديليت لللير اللي هي الباك جراوند. هوريك حاجه تانية دلوقتي انت ممكن عن طريق الصدفه تكتشفها. لو انت جيت على اللير بتاعتك اللي هي الباك جراوند دي واخدت اللوك بس، تمام، خدت اللوك وديته على الريسايكل بان، هيحول لك اللير لير زيرو، وهتبقى اللير زيرو دي قابله للايديتنج. يعني هروح عليها بالسلكشن تول وابتدي احركها، تمام. لو انت فاكر المره اللي فاتت ما كناش قادرين نحركها، برضو انا لير زيرو مش هتفرق معايا وهي موجوده ولا لا، بس عايز اوريك اوبشن تاني. احنا كل مره بنعمل كرييشن للاير بنكليك على الايمج دي او الايكون دي فيبتدي يعمل لنا لير جديده. طيب لو انت شفتني انا ممكن اكليك على اوبجكت على لير واعملها دراج جوه الريسايكل بان حسب الهاند. لو جت على الريسايكل بان يبقى دي هتعمل لها ديليت. هفترض بقى حاجه ثانيه ان انا واخد دي اللير دي لير واحد، وبدل ما ايدي ما هتيجي على الريسايكل بان هتيجي جوه النيو لير، هعمل لها دوبليكيشن لير 1 كوبي لير 1. طيب نجرب كده نسحب لير 1 كوبي على الفولدر ده، ايه اللي حصل؟ هو حطها لنا جوه جروب. الجروب طريقه من طرق التسميه او طريقه من طرق تنظيم الفايل، وده اللي انا كنت عايز اكلمك عليه في الدرس ده. في اكتر من طريقه المفروض ان احنا ننظم بيهم الفايلز بتوعنا. لو انت فاكر لما كنا بنسمي الفايلز كنت بقول لك سمي الفايل باسم الشغل، ويفضل لو حطيت عليه كمان التاريخ اللي اتعمل فيه او علمته بالتاريخ اللي اتعمل فيه، بحيث ان انت تحافظ على النسخه بتاعتك من نسخه لنسخه. يعني دي مثلا اتعملت يوم الجمعه يبقى العميل اتفرج عليها، وواحده تانية اتعملت الحد بالليل يبقى ما فيش حد اتفرج عليها غيرك، تمام، واحنا صابحين الاثنين مثلا، فانت عارف ايه المفروض اللي هيتعرض وايه اللي ما يتعرضش. انا دلوقتي عملت جروب، تمام. لو جيت على الجروب دي ودوست على السهم اللي هو اتجاه لتحت ده، تمام، وعملت كده الجروب هيختفي ومعاه اللير اللي جواه. طبعا الافكت بتاع اللير دي مش باين لان هي فوق الثانيه بالظبط، فاحنا مش عارفين اذا كانت بتختفي ولا لا، لان في واحده موجوده فعلا. طيب انا هسلكت اللي هي اللير كوبي دي وهاجي بالموف تول بتاعتي واحركها لحد هنا، اوكي، هي بقت تحت اللير اللي لونها اخضر، يعني المفروض ان هي مش تحت. طب لما هايد الجروب بتاعتي هتختفي؟ لا، الجروب ما هوش اكتر من حاجه ليك انت، مش لفوتوشوب، حاجه ليك انت عشان تنظم شغلك مش اكتر، اوكي. في اوبشنز تانيه او اختيارات تانيه انت المفروض ان انت تعملها، منها ان انت تسمي اللايرز وتلون اللايرز، تلون شكل اللاير. يعني الجزء ده اللي هو اللي فيه الاي ده ممكن نلونه. نقدر نلونه ازاي؟ ان انا هكليك على اللاير اللي انا عايز الونها واجي تحت الاي مش عليها، اكليك عليها رايت كليك فهيديني هايد وشو اللي هم بتوع الاي، تمام. هايد ذيس لاير لو هي اكتف هيقول لك شو ذيس لاير، يعني ادي الاوبشن كليك هيقول لك شو ذيس لاير، نعملها شو. في حل تاني لو اللايرز عندك كتير ان انت ممكن شو هايد اول اوفر لاير، تمام. يعني انا ممكن اكليك على ده كلهم يختفوا، او اكليك عليه تاني كلهم يظهروا وابقى شغال جوه لير واحده. بمجرد ما بنكليك على الجزء اللي هو رايت كليك على الجزء اللي تحت الاي بيبان لك نو كولر، هي فعلا دلوقتي واخده نو كولر. المفروض ان دي يبقى لونها ايه؟
لونها يبقى مرتبط بيها، هي لونها جرين نخليها جرين، ادي جرين. هنكليك على لاير 2 عشان نعملها اكتيفيشن، تمام. لاير 2 جواها بلو نخليه بلو، اوكي. دي هنعتبره ريد او يلو، نعتبره ريد. كده انا هغلط، كده دي هتبقى غلطه، لان المفروض ان انا اكتيفيت اللاير الاول قبل ما ابتدي اعمل فيها ايه، قبل ما ابتدي اغير الكالر بتاعها. نخليه ريد ولا يلو؟ خليه يلو، اوكي. دلوقتي برضو في حاجه تانيه موجوده، ان المفروض ان احنا نسمي اللاير او نغير اساميهم. نغير اساميهم منين؟ لو انت عملت كليك هنا على الاسم بتاع اللاير مرتين شكلها هيتغير للستايل ده، وهيقول لك غير الاسم. لا انا هوريك ستايل تاني، كليك عليها رايت كليك، هيظهر لك الجزء ده، قول له لاير بروبرتي. ادي اللاير بروبرتي. من اللاير بروبرتي انت مره واحده ممكن تختار الكالر بتاع اللاير اللي هتتعلم بيه، وممكن تختار الاسم الجديد بتاعها. دي اسمها جديد، هيبقى لونه اسمه هيبقى اسمها جرين. او ممكن اخضر. اوكي، هو بيقبل العربي كاسامي ملفات وكاسامي للير، بس للاسف ما بيكتبش عربي. هنستنى الفاينل ريليس عشان نشوفه هيكتب عربي ولا لا. دلوقتي المفروض ان انت تعمل الحاجات اللي انا عملتها دي، تمام، وتسمي اللير بتوعك، واشوفك الدرس الجاي مع حاجه تانيه.